على الأطباء، وهذا ما عهدناه من السادة الصحفيين الشرفاء والإعلاميين الشرفاء دوما. حابب أقول بعض التفاصيل عن قانون تغليظ العقوبة على المعتدين على المستشفيات. تغليظ العقوبة بخصوص المعتدين على المستشفيات، هو في أصلا قانون موجود له قانون العقوبات في بعض المواد التي تناقش أو تنظم عقوبات على المتعدين على الموظف الحكومي، هي المادة 24 والمادة 33 و36 و37. طبعا كان في مساحة واسعة جدا بيتحرك داخلها القضاء، وهي من أول غرامة 100 جنيه أو 200 جنيه حتى السجن 6 شهور أو في مادة أخرى 3 شهور. ولو حصل نتيجة هذا الاعتداء جرح أو إصابة، بيكون أيضا الحد الأقصى للعقوبة هو 2 سنين حبس. بالإضافة إن والمشكلة إن كان هذا النص غير ملزم، لأن كان بيعطي مساحة بداية من الغرامة حتى 2 سنين حبس. فطبعا احنا كنقابة يعني طالبنا وزارة الصحة وطالبنا رئاسة الجمهورية عبر السيد نقيب الأطباء الدكتور خير عبد الدايم أثناء لقائه برئيس الجمهورية منذ شهرين تقريبا بهذا الطلب، هو تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وإصدار تعديل تشريعي، لأن أي مشكلة كبيرة بيواجهها المجتمع لابد أن يتدخل التشريع لحلها. ومن هنا جاء تكليف السيد رئيس الجمهورية لوزارة الصحة بإعداد هذا المشروع، وزارة الصحة بالفعل أعدته واطلعنا عليه، ويمكن احنا إن شاء الله مستعدين لنشره على موقع النقابة. وهو هيخلي إن الاعتداء على المستشفيات الحد الأدنى للعقوبة هتكون 6 شهور حبس مجرد الاعتداء أو إهانة الأطباء داخل المستشفيات، وده مش منطلق التعسف ضد المواطنين، ولكن منطلق إن تقديم الخدمة الصحية مسألة أمن قومي، ولما يحصل اعتداء على المستشفيات بهذا الشكل المتكرر بيعوق تقديم الخدمة الصحية ويؤدي إلى إغلاق المستشفيات، وده حق للأطباء إنهم يمتنعوا عن العمل. ونؤكد على ذلك أن هناك قرار مجلس النقابة سابق، وهو هذا قرار ساري بإغلاق أي مستشفى قيم الأطباء أو إدارة المستشفى مع الأطباء العاملين في المستشفى أن هذه المستشفى غير مؤمنة تأمينا كافيا. من حق الأطباء أن يمتنعوا عن تأدية العمل في هذه الحالة بغطاء نقابي كامل. النقطة الأخرى أن إن شاء الله يعني إحنا تواصلنا بالأمس مع بعض السادة أعضاء مجلس الشورى في لجنة الصحة، وزارنا هنا مشكورا الدكتور محمد فضل أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشورى، ووعدنا إن هيكون زي ما قال سيادة النقيب مشروع كادر للأطباء ومشروع قانون تغليظ العقوبة على الأطباء هو محل اهتمام، وهو على رأس أولويات مجلس الشورى الفترة القادمة. طبعا بنرحب بذلك وبنؤكد على تصميمنا على إنجاز هذين المشروعين خلال الفترة التي سيتولى فيها مجلس الشورى منفردا التشريع إن شاء الله. يعني مش عايز أطيل على حضراتكم، لكن طبعا بنشكر الدكتور جمال عبد السلام والدكتور أحمد لطفي اللي هم كانوا موجودين في هذه الزيارة، ودلوقتي هنتيح الفرصة إن شاء الله للزملاء اللي هم رأوا هذه الحادثة وهذا الاعتداء السافر بعينهم ليحكوا ويعرضوا التفاصيل التي تعرضوا لها بأنفسهم. الزملاء تفضل. احنا ممكن حد يجي هنا، خليهم هنا زي ما عشان. طب ماشي حد يجي هنا. فضل عبد الله يجي. مش خط عبد الله. فضل عبد الله تعالى. داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الدكتور احمد عبد الغفار عبد العظيم، طبيب عنايه مركزه في مستشفى السلام. اللي حصل مش اول مره يحصل، ولا واحنا خايفين انه يحصل تاني، يعني دي مش اول مره، دي يمكن خامس سادس مره في خلال مثلا شهرين ان احنا وزمايلنا يتضربوا ومفيش حق يعني حق بيجي لحد. كنت واقف في غرفه اسمها غرفه الانعاش بعالج مريضه كنت مشتبه انها جلطه في القلب. فاحنا خبر الوفاه بتاع البنت اللي بسبب المشكله ال 19 سنه دي كان مثلا ما فيش من ربع ساعه، فاحنا سمعنا الاهالي بتصوت، فكان معتاد يعني مش متوقعين حاجه زياده عن كده، وخلاص وهياخدوا الجثه ويمشوا. في ثواني حصل ايه، ان احنا لقينا حوالي على الاقل عندنا في اوضه الانعاش 6 داخلين عليا، ولا واحد من الامن ايه ولا ظهر حد ايه يعني بيلحقني، 6 داخلين عليا انا بس عايزين دكتور عايزين دكتور، اي دكتور في وشهم. بدا اول واحد استفتحوا بيه يعني ضرب بالبنيات وبالكراسي في كل حته ايه، الحمد لله ان فيش كرسي يعني ايه، كتر خيرهم ما ضربونيش بكرسي في دماغي كان زماني ايه، بس الحمد لله. بعد ما خلصوا معايا دخلوا على الزميل في غرفه الجراحه
برضو يعني عملوا معاه احلى واجب كتر خيرهم يعني. هما مشغولين معانا، انا فت بجلد يعني، جريت على ايه السكن بتاعي ايه يعني، خلصت من القصه. هي من القصه ان احنا بس ايه يعني، ماشي ضربنا يعني كتر خير الناس، ما موتنيش المره دي، بس القصه المره الجايه يعني. انا جيت المره دي يعني، انا المره دي روحت لاهلي، المره الجايه هل هروح لاهلي؟ ايه دي القصه؟ تغليظ العقوبه كلام جميل، بس برضو انا مش مستفيد منه يعني. ماشي ممكن يبقى راضي على الناس، بس انا هستفيد منه ايه يعني؟ انا دلوقتي ايه، جه الراجل وضربني وخلاص وتعورت، حصل عليها مستديمه لا قدر الله، توفيت. ما هو الناس داخله يعني في قمه العصبيه، في قمه يعني عندهم حاله توفت، وهم مش فاهمين، مش متصورين ان احنا اللي قتلناها واحنا اللي عملنا ايه، في تقصير مننا. هم متصورين كده، ناس في قمه العصبيه، ده هيدخل ممكن يموتك مش في لازم في ثانيه، هو مش حاسس. طب انا استفدت ايه من تغليظ العقوبه؟ انا عايز الاول يبقى في راضي لي يعني، حاجة يعني يبعدوا عني ما يوصليش أصلا يعني، هو يوصل لي ليه ويضربني ليه؟ وبعد كده أنا هستفيد من تغليظ العقوب، كلام جميل ممكن يبقى رادع، بس برضه مش كافي، أنا عايز المستشفى تتأمن، هو ما يوصليش. بس شكرا، السلام عليكم. حد لو حد يشرح لنا نشكر الطبيب، حد من الزملاء حضر الواقع نفسه بالفوليت الأبندكس ونتكلم، حد يشرح الحالة بس الناس تتعاطف. هو بس يعني من الجدير بالذكر أيضا إن إحنا مصممين على تعميم شرطة المنشآت الصحية، وان احنا سندرس يعني تقديم تقديم بلاغ للنائب العام ضد قائد شرطه المنشات الصحيه في القاهره، لانه كان مسؤول عن ذلك التامين. وتقصير الداخليه صراحه هو في ثلاث مراحل، اول حاجه ان اصلا ما فيش تامين، النقطه الثانيه لما حصل اعتداء لم يحصل تدخل، النقطه الثالثه بعد ما حصل الاعتداء وحصل هذا الاعتداء السافر ما كانش فيه اي اليه لملاحقه للتعدي على فهم ثلاث اخطاء مش خطا واحد. وطبعا الداخليه زي ما كل الناس عارفه انها بتبتلع موازنه الدوله في مسمى بين قوسين الجهات السيادية، فيعني وزارة الصحة اللي هي بتاخد 3.5 أو 4% من الموازنة، يعني كل اللي بنطلبه إن هذه الداخلية تقوم بدورها في تأمين المستشفى. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور هشام صلاح، أخ طبيب مقيم جراحة عامة مستشفى السرقان. اللي حصل كله إن البنت دي كان في ألم في البطن من حوالي، هو برضو الهيستوري بتاعها ما كانش كويس بتاعها، فقالوا ان هو من 3 أيام. فالمهم يعني دخلناها كان يوم السبت الفجر، وعملنا لها الاشعاعات بتاعتها والتحاليل وكلها كانت موجوده عندنا في المستشفى. وفي بعض برضو عشان المح له نقطه برضو ان في تحاليل اساسيه في المستشفى المفروض تبقى موجوده في الاستقبال، دي مش موجوده اساسا عندنا بحجه ان